اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. في بدايه حلقتي لازم طبعا اهني زميلنا العزيز طه ابراهيم بالزفاف السعيد، والف مبروك وربنا يتمم له على خير ان شاء الله ويرزقه بالذريه الصالحه. في بدايه حلقتي النهارده هتكون عن الشغل الاونلاين. احنا عارفين طبعا الشغل الاونلاين دلوقتي بقى اهم حاجه في الوقت اللي موجود، الوقت اللي احنا فيه بسبب فيروس كورونا. معانا النهارده صاحبه بيدج كبير قوي دريم ستور، هتكلمنا عن الشغل الاونلاين بكل تفاصيله. وصراحه لما دخلت على البيدج بتاعها لقيت تفاعل كتير قوي من الاعضاء الموجودين فيه، ولما جيت سالت مستهلك بالفعل خد من البيدج ده حاجات، شكر لي في المنتج وقال لي ان هو فعلا في مصداقيه في المواعيد وفي الاوردر وفي الخامات والمنتجات. دوت خلاني عندي الشغف ان انا اتصل بصاحبه البيدج دوت واسالها ايه سر التفاعل اللي موجود في البيدج عند حضرتك. معانا ومعاكم النهارده استاذه هدير حسام الدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه هدير. اهلا بحضرتك، شرفتيني وشرفت اسرار الحياه. الله يخليك. الله يخليك. في البدايه كنا الجمهور والمشاهدين عايزين تعرف حضرتك. انا هدير حسام الدين، خريجه تربيه اجتماعيه. تمام. وصاحبه الصفحه اللي هي دريم ستور. تمام تمام. في البدايه كنت عايزه اعرف انت بدات شغل الاونلاين امتى يا استاذه هدير؟ هو من حوالي سنتين ونص، وكان هو جه بالصدفه. اللي شجعني زمايلي في الشغل اللي انا كنت شغاله فيه ومديرتي وكذا حد يعني معايا وكده. لما كنا بنلاقي الاسعار بتاعه المحلات والحاجات دي، انت عارفه تبقى غاليه وكده، اكيد اوفر قوي. تعالي احنا نبقى مع بعض ونجيب وكده. فخطوه خطوه عملنا جروب واتس، بعد كده الصفحه، والحمد لله. مين اللي شجعك؟ اكيد حد شجعك على الخطوه المهمه دي. هم زمايلي اللي في الشغل هم اللي شجعوك. كلهم صراحه. طيب بحضرتك عايزين نعرف نوعيه الشغل اللي بتعرضيه. هو كل اغلبه ملابس. تمام. وبالذات اللي هم بيج سايز، لان الفئه دي يعني مظلومه. انا عارفه ان هي بتنزل يا عيني تدور وجالها احباط. وبصي اسعار فلكيه. القطعه مثلا ب 500، السعر حسب المقاس. يعني انت مثلا كل ما تكبري في المقاس هو يكبر لك في السعر. فلقيت صحابي قالي لا طب يلا بينا، تعالي ان احنا لا ما نعملش كده، واحده ونعمل جروب ونتواصل، على الاقل هترفع من روح معنويه بتاعه البيج سايز. بصي هي نفسها تلبس جاكيت، تلبس جينز، تلبس حاجات دي. مش هنموت بقى احنا عشان يعني. لا 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 طبعا لا، فالدنيا تمام يعني الحمد لله. ولقيت فعلا ان ما شاء الله في ناس كتير تفاعل. انا بصراحه يا استاذه هدير انا لما دخلت على الفيديو بتاع حضرتك لقيت كميه تفاعل وكميه رسائل جايه، استغربت. طب ايه ده، معقوله يعني المصداقيه ديت؟ كلنا بنخاف من الشغل الاونلاين. اكيد طبعا. لان صراحه احنا بنشوف الحاجه على السوشيال ميديا ونيجي ناخدها حاجه تانية خالص. فالفتره اللي هي بتاعت فيروس كورونا ديت طمنت الناس شويه ان يا جماعه والله الشغل الاونلاين ده زيه زي اي شغل عادي. أكيد. بس بيوفر لك في حاجات كتير. بس طبعا بجانب الحلو والايجابي اكيد في مشاكل واجهتك. ايه بقى المشاكل اللي واجهت حضرتك؟ والله كان في عملاء يعني تسالك، تتصل بيكي تقول لك هيبقى حلو عليا، ما انا ما شفتكيش. طبعا. مندوب مثلا ياخد الحاجه ويتصل بيا يقول لي لا انا سلمتها، واتصل بعمال تقول لي ما جاليش حاجه. حاجات كده اللي هي بصي كان في الفتره بتاعت الفيروس ده في ناس كانت ماشيه على هواها. كتير يعني. اتصل مثلا بمصنع واجيب حاجه تطلع خامه تانية خالص، بس انت خلاص شربتيها ما لهمش دعوه. انا كنت في الاول بجيب الحاجه اعملها استعمال شخصي. اشوفها واغسلها واجربها علشان لو فيها اي حاجه. والله. واغلب الحاجه دي، اغلب الحاجات اللي موجوده على الجروب انا جربتها. تمام. الاول على الصفحه، فقلت عشان انت دلوقتي لو خدتي حاجه تبقي عارفه اقول لك فيها ايه، لو في حاجه وحشه بقول يا جماعه دي وحشه مش هنطلع، او اعرضها وارجع اشيلها تاني. اكيد. عشان اصل بصي السمعه او الاسم دي اهم من الفلوس. يعني انا بخسر ساعات فلوس ان اوردر يروح ويجي، بالذات المحافظات مبهدلين الدنيا. بس عندك مندوبين في محافظات؟ والله عندي، بس بتطلعين عين. انت عارفه ان انت تودي حاجه في محافظه وبعدين مثلا ترجع فيها حاجه يرجعها لك تاني، او ممكن ما يرجعهاش، او ممكن يقول لك اصل عملت حادثه وانا ماشي فاتقلبت فالحاجه ضاعت. يعني كل الحاجات دي حاجات كده مشاكل بتحصل. وكل الحاجات دي انت اللي شايلاها، هو العميل ملوش دعوه. ناس كتير قوي كلمتني وقالت لي يعني يا ريت لما استاذه هدير تكون معاكي، احنا عايزين في المحافظات يعني اسكندريه، دمنهور. والله الوادي بس يعني نفسهم فعلا الحاجات بتاعتك توصل لك. في حاجات والله بتروح يعني، في اغلب الناس عندي في الشرقيه والغربيه
الحتت دي مطروح طبعا دي انت عارفه، عشان يعني نروح لها أكيد. اسوان والاقصر مش ما بلاقيش حد حتى ان هو يوصل لي الحاجات بس ربنا يسهل ان شاء الله، إن شاء الله. طب نعمل ان شاء الله فروح كده يا باذن ريت الله، يا ربنا نتمنى يكرم والله. ان شاء الله. دلوقتي أستاذة هدير، لو حضرتك بعتي المنتج بتاع حضرتك في أوردر، تمام تمام كده، ومثلا هي ما عجبتهاش الحاجة أو مش لايقة عليها، طبعا أنت عارفة كل حاجة يعني المودلز اللي بيتعرض مش زي غيري، اختلاف أذواق. اختلاف أذواق. طيب وقالت لك لا أنا مش عايزاه، هل بيرجع تاني؟ بس هي قالت لك أنا هدفع مثلا حق الشحن، دي لا فيها تمام، مشكلة؟ لا تمام خالص. بصي ادام انا عندي الحمد لله الثقه في منتجاتي، في ناس كتير بتقولي طب ابعتي لي حاجه لو ما عجبتنيش هرجعها تاني، تمام، بس ادفع حق الشحن لان المندوب هو ملوش دعوه ملوش بيا. دعوة. ده حد بيبقى خاص كده كده، في ناس ذوق جدا وبتدفع، وفي ناس تقولك انا ماليش دعوه انا ما خدتش حاجه ادفعي أما لو أنا انت. بتكلم في النقطة ديت، في ناس كتير بتعمل الموضوع ده. والله هي بصي ببقى متفقه معاهم الاول، بس هو زي ما قلتي برضو مصداقية، يعني انا وثقت فيكي وانتي ما عملتيش العكس. معنا مداخلة تليفونية. أستاذة نعمة، ألو ألو أستاذة نعمة، ازي حضرتك يا أستاذة هاني؟ ازيك يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام، منورة ربنا أسرار يخليك، الحياة. ربنا يخليكي، ومدام هدير منورة الدنيا. يا رب طبعا اتفضلي يخليكي يا استاذه مدام نعمه، هدير يا مع رب حضرتك. يخليكي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، يا رب يخليكي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. مدام هدير انت من الناس يعني اللي خليتينا ما ننزلش الشارع خالص، يا ولا رب نلف ولا نروح نجيب حاجه من بره ولا اي حاجه. يا رب يخليكي يا الحمد دكتوره، يا رب لله، يخليكي عشان يا رب. المصداقيه طبعا. حاجات بصراحة بتبقى جميلة جدا، وهي كمان يعني ايه مش بيفرق معاها ان احنا ايه يعني ان احنا نبقى عايزين منها حاجة وتطلع مثلا مش مظبوطة، تقول لي لا دي مش هتليق عليكي، فما بيفرقش معاها البيع اكتر من ان هي تبقى تريحنا يعني. الحمد لله الحمد الحمد لله، لله دايما يا رب كده يبقى في مصداقية بين العميل وبين جدا المستهلك. جدا والله، وخاماتها طبعا يعني فوق الممتازة بصراحة. الحمد يا رب لله يا يخليك، أستاذة نعمة، الحمد لله. أشكرك يا الحمد أستاذة نعمة، أشكرك. ربنا. أستاذة هدير، استفدت كتير من الشغل الأونلاين؟ واستفدت علاقات صراحة أكتر من يعني لقيت ناس محترمة وبتتعاملي معاها باحترام، استفدت من ان انا عرفت مصانع كويسة محترمة فعلا عندها برضو المصداقية ان الحاجة دي هي التمام خلاص، بعيد عن بتعمل الناحية منهم المادية خالص. وبتاخدي منهم الحاجة وانتي مغمضة، وفي مصانع طبعا اندر يعني انت عارفة بيتعاملوا يعني بصي معاملة سوء هو يبعت لك الحاجة وقفل خلاص. التليفون واشربيها انت واعملي اللي انت عاوزاه. كمان في حاجة مهمة قوي، دعوات الناس. انت عارفة لما حد بيلاقي حاجة على مقاسه وتطلع تحفة، كفايه انها تقول لي ربنا يبارك لك رب، يعني في ناس بتدعي لي دعوات. انا لقيت كميات دعاء لحضرتك على الصفحة ما هو كتير. ده صراحه اهم من المكسب المادي، الدعوات دي واللي هي يا ربنا يبارك لك، ربنا يحسن ما بين يديك، حاجات كده دعوات بتديكي يعني بتديكي بوزيشن اصلا. بصي بتخليكي تطلعي لقدام من غير اصلا ما انت مش عايزه فلوس ولا عايزه حاجه، بس اللي هي الدعوات دي الحمد لله يعني. انا افتكر العميله اللي حضرتك بعت لها هدوم، وللاسف كان عندها ظروف وناحيه ماديه، وبعت لها الاوردر هديه يعني. دي اتكلمتني شخصيا، ويا ريت والله ان شاء لو تشوفنا دلوقتي اتكلمنا، بقت تقول لي بقى قالت لي مش عايزه فلوس خالص، انا كفايه المعامله بتاعت استاذه هديه. والله هو بصي ما بقولك فيه الحمد لله ناس كتير محترمه، وبرده مره بعت حاجه لحد وهي يا رب تكون سامعاه دلوقتي، الفلوس غير المكتوب على الشنطه، وقالت لي ان معانا الفلوس بصي. مداخلة تليفونية تانية، بسم الله ما شاء الله. ألو أستاذة ندى. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذة ندى؟ كويس الحمد لله، منورانا ومنورة أسرار الحياة. ربنا يخليك. أستاذة هدير مع حضرتك. ازيك ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي تمام. ايه كلميني على المنتجات بقى. لا ما شاء الله، انا يعني طبعا اهم حاجه اهم حاجه عند الدين المقاسات الكبيره. لان انا كنت بعاني في الحوار ده قوي، ساعات كنت بجيب حاجات من على النت يقولوا لي اكبر مقاس وارجع الاقيها مش يعني يا مش دوبك مناسبه. لفتين. فطبعا بالنسبه لي المقاسات الكبيره ساعات الموضوع كان بيضايقني كده يعني، بس عندها بلاقي المقاسات الكبيره، القماشه خامتها حلوه، الاسعار طبعا ارخص من بره كتير اصلا من المحلات يعني. الحمد انا لله. دايما الاونلاين بيبقى ساعات الاسعار بتبقى اغلى، لا انا بلاقي عندها ارخص من المحلات اصلا. ده غير كمان ان لو في حاجه ان انا يعني مثلا مقاس مش مظبوط كده يعني المندوب بيرجعها لي بسرعه، مش ان انا الحاجه بتقعد او كده يعني مفيش مشاكل خالص في اي حاجه عند استاذه هدير
عندها لا لا مصداقية في التعامل وفي الخامات وفي الموديلات وكل حاجة. حتى لو كيلو مثلا مش عاجبك اي حاجه بتبدلها لك بسرعه، مش ان هو انت تقعدي او مثلا يعني في ناس برضو، يعني انا برضو اشتريت مره ميه طلع ضايق عليا، جيت ارجعه وقالت لي لا مش هينفع يترجع، يعني الحمد لله. الحاجات دي أنا كلها. أشكرك يا أستاذة، متشكرة جدا على المداخلة التليفونية الجميلة دي. الندى دي أصلا ما كنت عمري ما أعرفها خالص، وبرضه عرفتها بسبب الأونلاين، يعني بقينا أصحاب، وبقيت صراحة تمام، يعني زي ما قلت لك المصداقية، أدام في مصداقية تحس إن العميل خلاص عارفك، وإن أنت حد قريبه أخ، فاهمة؟ ما هو يا استاذه هدير اهم حاجه في الشغل اي شغل الحمد لله المصداقيه. الحمد لله. انا خدت من حضرتك حاجه ولقيتها فعلا بالمواصفات دي هتعامل معاكي تاني، بعيد اصلا عن الناحيه الماديه ما لقيتهاش حلوه مش هتعامل. الحمد لله. يعني انت كان هدفك الاساسي ارضاء العميل، ما كانش هدفك خالص الناحيه الماديه خالص، وسبحان الله فعلا يعني زي ما بيقولوا كده القليل في البركه. ايوه الحمد لله. الحمد لله. لقي ان الشغل الاونلاين عليه تفاعل. انا تفاعل، لان انت عارفه دلوقتي كله خايف ينزل، والكورونا والحاجات دي، وان مثلا واحده معاها طفلين او ثلاثه مش هتبقى عارفه تنزل تشوف محل واثنين وثلاثه وتقيس فدلوقتي كله شغال اونلاين، وان هي ادام بتشوف الريفيوهات وتشوف الناس تمام بتبتدي تشتغل، وادام عرفت ان حد كويس بتفضلي مركزه بقى تفضلي معاه معي. في شغل هو بقى يوفر خلاص. كتير قوي الاونلاين، وفر كتير قوي، وفر الطلوع والمجهود والتعب والفلوس المواصلات، والحاجه بتجيلي كويسه يبقى ايوه، انا انزل وجايه ليه. لحد عندي. طبعا انت لو لو يعني حسبتيها ان فلوس المواصلات او المندوب او ما هو التاكسي او المواصله اللي انا واكتر اتبهدلت بيها، وغير زن الولاد في الشارع، وغير انت عارفه بقى الحوارات اللي معانا بتحصل مع مداخله تليفونيه استاذه سما. الو، الو الو، اهلا وسهلا استاذه سما، اهلا بحضرتك، اتشرفنا بحضرتك. ازيك يا جميلة، منورة. ربنا يخليك النور لأستاذة هدير. معاك أستاذة هدير. ازيك يا أستاذ سما؟ ازيك يا جميلة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب يخليك. ايه الأخبار؟ منورة الدنيا الحمد لله. الله يخليك يا رب، ده نورك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. أنا بشكرك. ايه رأيك بقى في المنتجات والخامات بتاعت أستاذة هدير؟ لا لا بصراحة أنا كنت اتعاملت مع ناس كتير، وبصراحة يعني أنا بعزها جدا، كفاية ذوقها، كفاية أدبها، كفاية معاملتها، وغير بقى منتجاتها الجميلة، وغير الهدايا بتاعتها الجميلة اللي بتفاجئنا بيها. بصراحة مفيش لسه أحسن كنا من كده. بنتكلم على موضوع الهدايا ده. بصراحة جميلة، بصراحة هي فرحتني جدا كتير بصراحة. الحمد لله الحمد لله، دايما يا رب من نجاح لنجاح يا الله استاذه يا هدير. رب، يا رب دايما نجاح نجاح، وتكبر اكبر واكبر يا رب. يا رب يا رب. يخليك يا سمسم، اشكرك تسلم. يا استاذه على المداخله اللطيفه دي. مرسي جدا ليك. المشاهدين عايزين يتواصلوا مع حضرتك، يتواصلوا ازاي؟ والله هو من خلال اللينك بتاع الصفحة دريم ستور بالانجلش على الفيسبوك، تمام، يا اما في رقم موجود التليفون على اللي هو الشاشة، طالع على الشاشة، موجود على الشاشة. بس هما دول الطريقتين هو يعني. صراحة الحلقة النهاردة هتفرح ناس كتير، الله خصوصا يخليك. البيج سايز، يعني بجد أنا يعني الفئة دي أنا كنت حاسة بيهم، بينزلوا وبيتعبوا وبيجيلهم إحباط والله، يعني زي ما ونفسها بيقولك إيه تلبس. حضرتك خشي قسم العبايات، فالكلمة دي في يعني في حد ذاتها وفي ناس بتبقى تعب صغيرة، هي جدا على يعني نفسيتهم. مليانة، بس هي مش ست كبيرة عشان تلبسها عباية، هي صغيرة. فالحمد فتعب لله كتير، احنا بنتمنى والله من الساده المشاهدين ان هم يكونوا متابعينا ويتصلوا ان باستاذه شاء هدير الله. ويتواصلوا معاها. ان شاء الله يا رب خليك اسمع. دلوقتي عايزه حضرتك تقولي نصيحه، لو انا دلوقتي جبت منتج من على السوشيال ميديا، تمام، ماشي، ايه النصيحه اللي حضرتك تنصحيها للمستهلك اول ما ياخد الاوردر بتاعه؟ والله هو قبل ما ياخد الاوردر، لو هو مثلا انا شفت صفحة، اشوف اول حاجه الريفيوهات، وما يكونش شخص واحد هو اللي عامل الريفيوهات كلها، لان ممكن تكون فيك يعني. تمام، الريفيوهات تمام والناس تمام وكده، ابدا بقى لما يجي لي المنتج اشوفه، افتحه، اشوف هو فعلا زي ما هي قايله لي مقاساته ومواصفاته والكلام ده كله، تمام، يبقى تمام. لقيتهوش، ما لقيتهوش زي ما هو عايز، زي ما انا عايزه يعني، هدفع مصاريف الشحن وشكرا. تمام، بس يعني هو حضرتك هي دي النصيحه اللي ما اصل هو بصي الاونلاين دلوقتي يعني بقت الصفحات كتير والحاجات كتير، وفي ناس فعلا فعلا انا ساعات بيتنصب عليا يعني، رغم كده انا ساعات بيتنصب عليا، بس هتعملي ايه؟ تيجي ترجعي الحاجه قولي لي لا ما دوم ماليش دعوه انت. هي دي بقى المشكله اللي احنا بنعاني منها، ان احنا نفسنا نتعامل مع اصحاب بيج، يعني برضو يراعي ربنا في المستهلك، والله يا المستهلك، كفايه. لكن ده لا ما بيصدق يوزعوا الحاجه وشكرا على كده. بس كفايه بقى الكلمه بتاعت حسبي الله ونعم الوكيل، يعني انا ساعات برجع حاجات والله مقطوعه او فيها بس عشان ما فيها حدش عيب. تقول لي
مثلا ربنا يسامحك، او لا انا اخسر فلوس بس ما حدش يعني اه يدعي طبعا عليكي دعوه الواحد وحشه. حاسس ايوه مش بالناس. عارفه الفلوس دي، وهي مش ذنبها ان مثلا فيها عيب من مصنع، وساعات في مصانع محترمه صراحه بترجع لي الحاجات تاني اللي هي فيها جيفوهات او كده، في اه ناس خلاص بقى وناس عادي ولا اه بصي هي بتروح لاصحاب نصيبها سبحان الله، هي بيبقى ليها اصحاب نصيبها كده بتروح لهم تاني الحمد لله كل نصيب. ان شاء الله. ايه الجديد بقى اللي انت عايزه تقدميه؟ ان شاء الله في المرحله حاجة كده الجايه في مرحلة عايزة تقدمي حاجة؟ باذن الله. انت عارفه دايما تقدمي حاجات للرفيعين التخان يقول لك اشمعنى احنا عايزين ده تقدمي حاجات للتخان الرفيع كده، فان شاء الله باذن الله المرحله الجايه هنعمل خط انتاج كامل من اول ميديم لحد 10 اكس لارج، يبقى حلو كل جدا. الحاجات اه، لان في ناس عايزه تقول لك لا طب انا نفسي البس ده، ما فاهمه الرفيع عايز يلبس زي التخينه والتخينه عايز يلبس برفيعه، اه ان شاء الله المرحله الجايه باذن الله بقى ان احنا نصنع باسم ان الصفحه شاء باذن الله. الله. زي ما انا عارفه طبعا ان حضرتك زوجه وام اولاد وليكي متطلبات بيتك وحياتك وكده، بس في نفس الوقت برضو بلاقي ان حضرتك بتردي على كل كومنت في الصفحه، وبتردي على العميل والمستهلك وانت عايز ايه وايه. طيب حضرتك يعني بتنظمي وقتك ازاي، او بتواظبي ما بين هنا وما بين هنا؟ والله هو ربنا يعني بصحى بدري اشوف حاجه البيت بسرعه الولاد عايزين ايه والبيت بسرعه، ويبقى بخصص وقت كده اكيد طبعا لما بيكون جوزي مش موجود اكيد. اه عشان يعني عشان بصي اصل هو اي حد تمام. هيبقى متضايق ان انت كل شويه ماسكه تليفون، وهم ساعات سبحان الله بيحبوا يسالوا في الوقت اللي هو موجود فيه ماسكه يا جماعه التليفونات يا جماعه. اه بصي في الوقت اللي هو فيه يلا فين وها ها ها فين يا جماعه حاضر والله هرد عليكم، فبقيت اخصص وقت يعني من وقت معين ارد على الرسائل بسرعه، ساعات وانا بالمطبخ بس الحمد لله ربنا بيقدر يعني الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. ناويه بقى ان شاء الله تتوسعي في البيج بتاعك ويبقى عندك متنوع في المنتجات، يعني مثلا اطفال، بناتي، حريمي. والله بصي كل اغلب الحريمي يعني الستات اللي اشتغلت معايا طب في لازم تجيبي لي حاجه عشان جوزي، ما هو مش هيدفع حق الاوردر لما الاقي حاجه بناتها او ولادها او كده، فان شاء الله المرحله الجايه باذن الله هندخل بقى الاطفال يا ريت، والبنات يعني برضو في والرجال اطفال عشان والله بيج سايز، يعني برضو في اطفال للاسف بيج سايز اكيد. فنفسهم يلبسوا زي اي والله بصي طفل. هي المشكله في البيك سايز في الاطفال ده ان انت برضو محتاجه مصنع كويس، هو يعني راكع على المصنع. ادام لقيت حد كويس خلاص بشتغل معاه وانا مغمضه خلاص بقى عندي توحد بقى في الحته دي، بفضل ماشيه مع المصنع على طول خلاص جربتيه. وخلاص هي ادام هي المصداقيه الدنيا تمام، فالحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله واحده واحده ان شاء الله. كل خير حضرتك ان شاء الله. حد شغال معاكي في البيج بتاعك؟ والله هو انا معايا مساعدتي الصغيره حبيبتي. بنت اختي جنى. بصي هي بتدعمني بكل طاقتها، يعني لما بتكون مثلا منزلين اعلان او عاملين حاجه تتصل بيها خالته انا عامل ايه وانت تعملي ايه يا حبيبتي. هي بصي عندها 14 سنه بس هي الحمد لله دماغها معايا تجاريه، يعني لا يا خالته تعالي نعمل تعالي نروح تعالي نسوي، وهي اللي مشجعاني اصلا تعالي نطلع في البرنامج تعالي، بس هي النهارده للاسف خارج القاهره يعني كان نفسي اجيبها معايا، هي دي المساعده بتاعتي، واختي طبعا معايا في الصفحه يعني عائليه اهي الصفحة عائلية. يعني اصل بصي دايما بتلاقي الاخ او الاخت هم اللي اكتر حد هيخاف عليكي، مش هيبقى زي الشركة. انا ما شاركتش حد صراحة. مش زي الشركة، ممكن الشركة يقول لك لا ده انت بعتي دي اكتر وانا عايز، فاهمة الحاجات اللي بتحصل دي. تمام. لكن الاهل عمرهم ما بيعملوا كده في بعض يعني. ايوه تمام. بس طب احنا الحمد معانا شغل لله. جميل كده، يعني لو حضرتك مثلا وانت قاعده مثلا تشاوري لنا ده ايه وده ايه. ديت اغلب الحاجات اللي المعروضه دي الفسكوزات والحاجات اللي انا اغلب الحاجات اللي على الصفحه فسكوز، يعني انت عارفه ان الحر احنا في الصيف عايزين الحاجه الخفيفه. وكل الحاجات واغلب الحاجات دي الحمد لله مجرباها ولابسه منها. ما انا بخاف من الفسكوز بقى، انا ساعات بتجيبيه 7 بيفش. اكس هيبقى اكس واحد. لا 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 مش قوي كده. فالخوف بصي هو الحمد لله اغلبه معالج ضد الانكماش ما بيكشش الحمد لله، تمام. وانا بقول لك مجرباه تجربه شخصيه ولابسه منه عشان انت عارفه ما انا بخاف من ان هو يصغر يعني اول ما لا اشوف بص الميه. هو لازم يكش على الاقل سنتي وسنتي من كل، مش مشكله. فهم الحمد لله موسعين المقاسات. تمام. دي اغلب الحاجات اللي عندنا الحمد لله، تلاقي عندنا من اول ميديم لحد 10 اكس. حلو جدا. حتى البنطلون يعني تلاقي بنطلون 10 اكس والحمد لله، عشان يبقى انت واخده كل التنوع من اول حد عايز تلبس لحد الاخر، والاسعار بقى مناسبه يعني. يعني مش الحمد لله. بصي انا كنت بخش على جروبات عشان اجيب حاجات لنفسي، تلاقي مثلا تقول لك لا اصل يعني الوزن وهو اعلى من كذا يبقى قطعه مثلا ب 550 و600. طب ما انا لو جبت حاجه على حاجتين او قطعتين ما هيعدي مبلغ. طبعا. لكن الحمد لله الحمد لله
ممكن تلاقي عندي حد جايب اكتر من قطعه او طقم كامل وما يعديش الفلوس، ما تبقاش اوفر. وانا بقى بعمل حاجه زي ما قالت لي كده استاذه سما، هي جابت مثلا شميز وبنطلون، فبروح تمام. حاطه لها الطرحه هديه من غير ما اقول لها، هي راحت طب ايه ده. جميله دي، تفرح بالطرحه عن اه الطقم. اه والله اه والله فعلا هما بيفرحوا جدا بالهدايا اكتر من سبحان الطقم. الله. ما بصي هو جبر خاطر صراحه يعني، طبعا يعني كفايه ان الناس تدعي لك وتقول لك يا ده انت فرحتيني. يعني استاذه سما دي انا عمري ما شفتها ولا اعرفها بجد اقسم بالله، سبحان الله. ولا عمري شفتها، بس في العيد لقيتها اتصل بيا اول يوم العيد. انا افتكرت كانت لسه واخده اوردر، كانت محتاجاه جدا بالليل، وكان صباح تاني يوم احنا كله ده هيأجز خلاص. وكده. فاتصلت بحد مندوب محترم يعني وكده، قال لي طب خلاص اوديه لها. ففعلا راح وديه لها، فاتصلت بيا تاني يوم قلت اكيد ان في شاء حاجه، الله. راحت قالت لي لا انا متصله بك يا باشا عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه. يا نهار ابيض على والله العظيم الجمال. بصي فرحتني جدا. ما بقول لك هي حلو جدا، حلو جدا جبر الخواطر دي. والله هي ست تكسبي علاقات جميله الحمد وناس لله. جميله. في ناس كويسه كتير والله، بس انت عارفه ساعات الوحش بيدارع، بس الحمد لله اغلب الناس اللي في الصفحه الحمد لله ناس كويسين ومحترمين، ويعني اعرفهم كلهم وبقوا صحابي وانا عمري ما شفتهم، يعني هم اول مره يشوفوني النهارده في استاذه هدير، انت البرنامج. حضرتك جميله يا رب واسلوبك يخليك، يا ممتاز رب يخليك كده من وحاجتك ذوقك. ممتازه يا جماعه. انا والله فعلا انا جربت الحاجات والمنتجات بتاعت استاذه هدير، الله بس يخليك. بجد حاجات بروفيشنال وتقفيلات وخامات كويسه. يعني يكفي ان سلام. هي بتقول كلمه جبر الخواطر، مش بنلاقيها دلوقتي في اي صاحب بيج كبير او اي حاجه او اي صاحب مصنع. استاذه هدير، يعني كلمه اخيره للمشاهدين بتوعنا، ايه النصيحه اللي تنصحيها علشان اي حد يبقى صاحب بيج كويس؟ والله المصداقيه، جبر الخاطر، انا اخسر فلوس بس ما اخسرش سمعتي. دي وان انا اتعامل مع مصنع كويس نظيف تمام ابقى خلاص، هم تمام دول اكتر حاجات تنجح اي بيدج. اتشرفت بيكي. انا الشرف ليا والله. واتمنى يا رب حلقات كتيره للاستاذه هدير، الله وان يخليك. شاء الله يا رب البيج بتاعك يكبر ويكبر ويكبر. الله يخليك يا استاذه، الشرف ليا. في نهايه حلقتي احب اشكر المشاهدين، واتمنى تكون حلقه كويسه، وإن شاء الله نتقابل على خير كل يوم سبت الساعة 10:30.